سوريا أيضا إذ نصحت تركيا رعاياها بمغادرة سوريا، فيما دول الخليج صعدت ضغوطها الدبلوماسية. فبعد السعودية والبحرين أعلنت الدول الأربعة الأخرى في مجلس التعاون الخليجي أعلنت نيتها في إغلاق سفاراتها في دمشق. وفيما احتمال التوصل إلى حل سياسي تحيطه الشكوك، دعا الناشطون إلى التظاهر اليوم تحت عنوان التدخل العسكري الفوري من العرب والمسلمين قبل كل العالم للمطالبة بحظر الطيران وإقامة منطقة عازلة. ناشطون أفادوا أيضا عن وقوع اشتباكات الليلة الماضية بين القوات النظامية وعناصر من الجيش السوري الحر في ريف دمشق أسفرت عن مقتل 7 أشخاص. أما حصيلة قتلى أمس فقد ارتفعت إلى 34 قتيلا بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، أغلبيتهم الساحقة من المدنيين، معظمهم سقط في محافظة إدلب. وفيما تجمع أمس أنصار النظام في تظاهرات حاشدة، أحيا المعارضون بتظاهرات في عدد من المناطق السورية مرور عام على اندلاع الحركة الاحتجاجية في سوريا. من حمص معنا الآن سامي إبراهيم، مسؤول شبكة حقوق الإنسان السورية. أهلا بك. هل من هناك بعد في حمص يجد القدرة على التظاهر اليوم؟ حمص الآن تتعرض أحياءها لحرب حقيقية. أغلب أحياء حمص تقصف بالضربات والمدفعية أو أسعار المياه المحشية الحمل. أحياء السائرة على الإطلاق حي حميدي يوسف والواشي وباب الدير وإدمر وباب الزراع وصليبي وبيت الزمري وتبرع على الزائر من أرضاني. الهدف من كل ذلك هو تهويش السكان حتى يعني يكونوا عندهم حق لينجحوا. هناك العديد من الأهالي تبعد المدينة من حيث بعض من المريض ومن الخبر ومن باب الزمان، وهذه كلها في حمص القديمة. وطبعا كما هو معلوم نتمنى في الكريمة أن حي الإنشاءات لم تقل إلى أشغال عسكرية من كان في عام 85 وحي كرمزيون وحي العشيرة أيضا غادروا أغلب الأحياء. وقد العديد من الجهداء البارحة نحن وصلنا أكثر من يعني 91 شهيد من العالم، يعني المكان نحن وصلنا بمثل تلك الوحدة 57 شهيد. وهذا من أعراض الواجبة على الأرض. سامي إبراهيم من حمص، أنا آسفة جدا لمقاطعتك، لكن يعني المكالمة الهاتفية سيئة جدا ونأسف لسوء الخط من حمص. كان معنا سامي إبراهيم مسؤول شبكة حقوق الإنسان السورية. إلى اليمن، مئات الآلاف من المتظاهرين في ساحات الاحتجاجات العامة في جمعة أطلقوا عليها اسم العهد لشهداء الكرامة. معنا من صنعاء مراسلنا عدنان الصنوي. أهلا بك عدنان. في أي